أفضل الصلاة والسلام هي قضية عالمية، فنشاهد ونتابع من خلال التلفاز ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيف أصبحت عالمية من خلال بلاد المهجر، من خلال إحيائهم لمراسيم وأيضا شعائر الإمام الحسين، يعني شعائر زيارة عاشوراء، وأيضا احنا مقبلين إن شاء الله على زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. في كل بلد من هذه البلاد لها شعائر خاصة بها، لها حسينيات سواء تابعة للعتبات المقدسة أو حسينيات تابعة للأهالي، مواكب عزاء تنشر قضية الإمام الحسين، تنشر مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. الغرض من هذا كله ماذا؟ الغرض من هذا اليوم احنا نعزز قضية الإمام الحسين الحقيقية والخالدة في نفوس شبابنا العايشين في بلاد المهجر. اليوم جولتنا الحسينية راح تكون من الدنمارك، وراح نطلع عن كيفية إحياء الشعائر الحسينية في الدنمارك سواء من خلال المواكب، من خلال الهيئات الحسينية. لذلك انضمت معنا مباشرة عبر السكايب من الدنمارك زميلتنا ندى الشمري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ندى، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك زميلتي العزيزة إسراء السلامي، وتحية لجميع كادر برنامج صباح كربلاء. نعزيكم، عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا وجميع المؤمنين في العالم بمناسبة إحياء ذكرى ليالي عاشوراء وشهر محرم الحرام واستذكار مصائب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، القضية الإنسانية العالمية. الله يبارك فيكم، أعظم الله أجوركم. إن شاء الله زميلتنا ندى، خلينا نطلع من خلالكم على الأجواء العاشورائية اللي موجودة في الدنمارك، باعتبار مثل ما ذكرت زميلتي قبل قليل كل في حسب بقعته وحسب المواكب اللي ممكن تكون موجودة أو المقامات اللي تكون موجودة أو الحسينيات، من خلال تلك الأماكن يحاول أنه يقيم تلك الشعائر. نعم، حقيقة أول ما تنتهي مناسبة ذكرى عيد الله الأكبر عيد الغدير تبدأ تتهيأ جميع الجالية نفسيا لاستقبال شهر محرم. طبعا إدارات المراكز الإسلامية تكون مسبقا مهيئة لهذا الموضوع، لأن كما تعلمون هناك بعض المبلغين يأتون من دول أخرى للحضور إلى الدول الأوروبية للتبليغ أحياناً، فلذلك هم مهيئين هذه الأمور مسبقاً من قبل أشهر للحصول على الفيزا المبلغ، هاي أولاً. أما في أرض الواقع طبعاً يبدأ بداية نشر السواد، تنظيم برنامج متكامل ونشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا البرنامج يكون شامل متكامل، يبتدأ بالقرآن الكريم ثم الدعاء والمحاضرات ثم وبعدها المراثي الحسينية والصلاة الجماعة ثم توزيع يعني الوجبات الغذائية بثواب الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. هذا البرنامج بالكلام سهل، لكن بالواقع هو جهود كبيرة متكاملة متعاونة حقيقة من الأجيال الجديدة الناشئة في المهجر، وكذلك الأجيال الأولى الجيل الأول الذي هاجر إلى الدنمارك. نعم. وهناك تعاون طبعا بداية في نشر السواد قبل شهر محرم الحرام ورفع رايات الحزن والأسى والتعريف بشهر محرم، ثم تبدأ المجالس وتكون طبعا منظمة، هناك مجالس للرجال ومجالس للنساء. نعم. وهناك أيضا للأطفال في خلال هاي الفترة، وتقام أيضا بعض البرامج للأطفال التي تناسب أعمارهم وكذلك باللغة الدنماركية. نعم. يعني كما تعلم أغلب الأطفال هنا يعني لا يتكلمون اللغة العربية بطلاقة. نعم. وهذا يعني مؤشر حقيقة إيجابي ومفرح بأن الجيل الجديد الناشئ في المهجر يشارك ويتحمل المسؤولية. طيب. في نشر قضية طيب الحسنية. طيب ندى، بما أنك يعني اليوم تعيشين في بلاد المهجر وهي بلاد أجنبية،
هي بعيدة كل البعد، يعني معتقداتهم وعاداتهم يعني عن معتقداتنا وعاداتنا. لكن احنا اليوم يعني أنا مثل بالبداية تكلمت، نشر تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في بلاد المهجر، هاي مسؤولية ملقاة على عاتقنا. لماذا؟ حتى قدر المستطاع نحاول أن نغرس هذه القيم في نفوس شبابنا. زين، اليوم أريد أعرف من خلال حضرتك وأنت عايشة في هذه البلاد، ما تأثير وإحياء هذه المجالس الحسينية على شبابنا؟ هل تأثروا حقيقة في هذه المجالس؟ هل تأثروا بقضية الإمام الحسين عليهم السلام؟ أو كان تأثيرهم مجرد قول وليس فعل؟ تفضلي. حقيقة الحضور بالنسبة للشباب والدور كبير، وهذا الدور دليل على تأثرهم بالقضية الحسينية. طبعا مثل ما ذكرت، الجيل الأول الكبار اللي هاجروا حاولوا يبدون ويأسسون مراكز إسلامية ويحضرون أولادهم بهذه المجالس. بمرور الزمن اتضحت الصورة بأن هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا الشباب الآن، طبعا الهجرة كانت من حوالي 35 سنة، دليل أنه الشباب تأثروا بهذه الأجواء، إقامتهم حضورهم ومشاركتهم وإقامتهم لهذه المجالس. أولا الحضور والتنظيم والترجمة باللغة الدنماركية كمحاضرات ورثاء، أيضا ترجمة بعض الكتب من الأدعية وتوزيعها أيضا في المجالس في هذه المراكز الإسلامية. طبعا أنا صورت هاي اللقطة أيضا موجودة، وأحيانا بالتقارير هم أعرضها. هذا دليل على تأثرهم بالقضية ومعرفة حقيقة هذه القضية، لأنها قضية إنسانية لا يختلف عليها اثنين ولا تختلف عن أي مجتمع آخر. فلذلك كان لهم دور كبير بالدور بالترجمة، لأنهم بما أنهم نشأوا في الدنمارك ومتسلطين باللغة الدنماركية جيدا، فلذلك يستطيعون إيصال الفكرة بصورة صحيحة. وهذا أدوه حقيقة. الإبداع في التنظيم، في يعني جمع الإعلام. نعم زميلتنا ندى، الآن ذكرتي وأشرتي إلى مسألة تتحدثين عن دور الإعلام، يعني هذه المسيرة وهذا التنظيم اللي شاهدناه قبل قليل يدلل على أنه هو أيضا كان وسيلة إعلامية، ممكن من خلال تصويركم إلها نقلتوها عبر قنواتنا، ولكن هي وسيلة إعلام بالمنطقة حسب المكان اللي هي متواجدة به. بالتأكيد لفتت انتباه الدنماركيين اللي موجودين أنه هذا الارتداء للسواد وهذه التنظيمات وهذه الحشود إلى أين ذاهبة؟ سبب ذهابها، سبب خروجها، لماذا توزعون هذا الطعام اللي احنا متعودين انه نوزع على بركة الامام الحسين سلام الله عليه؟ بالتأكيد راح تثير تساؤلات حول هذا الموضوع. ردت الشعب الدنماركي وتفاعله مع هذا يعني هذه الاجواء وشعائر الحسينية؟ طبعا حقيقة هم ما يتواجدون بهذه التجمعات الداخلية، لكن احنا تعرفون عندنا مسيرة العاشر من المحرم ومسيرة الأربعين، وهذه طبعا بموافقة من الجهات الرسمية وتكون منظمة ومحافظة على النظام والنظافة والطريق المرسوم لهم من الجهات الرسمية. هذه المسيرة التي تسير عدد عشرات الكيلومترات، وأيضا مسيرة العاشر من المحرم، هي مسيرة كبيرة جدا وفي قلب العاصمة كوبنهاغن، وتجمعها كبير جدا. هذه طبعا أكيد تلفت نظر الشعب الدنماركي وتثير الفضول عندهم للسؤال. ومن سنوات طويلة بدأت هذه المسيرات، وكانوا كثير السؤال عن هذه. هم في البداية كانوا يتوقعون هي مسيرات تخص السياسة، لكن دور شبابنا بالتعريف عنها ونشر منشورات مكتوب فيها قضية الحسين وأهداف الحسين وحقيقة الثورة الحسينية والنهضة الحسينية جعلت من الدنماركيين مؤيدين لهذه المسيرة حقيقة. وكذلك أصبح لهم إلمام ومعرفة واسعة بالقضية الحسينية وهذه المسيرات وأهداف هذه المسيرة. طبعا المسيراتنا دائما أيضا تتكلم باللغة العربية، وهذا بالنسبة لهم يعني عائق عدم معرفة اللغة، لذلك بادروا الأخوة والأخوات جيل الشباب بترجمة القضية الحسينية وترجمة الأهداف وتوزيع هذه المنشورات من خلال المسيرات. نعم أحسنتم، وهذا ما نطمح ونسمو إليه اليوم، أن تكون قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية عالمية تصل إلى كافة بقاع العالم،
وأيضا حتى نحافظ على هوية الإسلامية لدى شبابنا العايشين في بلاد المهجر. زميلتنا ندى الشمري، شكرا لانضمامك معنا في حلقة هذا اليوم في جولتنا الحسينية من الدنمارك. نسأل الله تعالى أن التوفيق والسداد لكم. إذا تسمحي لي ست إسراء، تفضلي. بس بكل أحب أقول أنه الإعلام دوره هو نقل المعلومات بصورة تقنية أو من خلال منظمات المؤسسات، نقل المعلومات الإيجابية للمجتمع. أما قضية الإمام الحسين والإعلام الحسيني يعتبر من أقدس وأهم وسائل الإعلام، لأنه إعلام إنساني شامل يهم جميع المجتمعات، ولذلك علينا مسؤولية جميعا كل حسب دوره لإيصال وخدمة المجالس الحسينية والقضية الحسينية. بارك الله بكم، أحسنتم. موفقين إن شاء الله ندى، شكرا جزيلا لكم جميعا. أهلا وسهلا، الله يبارك بكم. إذن شاهدنا هذه الجولة الحسينية، احنا يعني اللي وضعناها في حلقاتنا الحسينية يعني في أيام شهر المحرم الحرام وكذلك صفر الخير، يعني جولاتنا لا تقتصر فقط في داخل العراق، جولاتنا اليوم حتى خارج العراق. نشاهد يعني هذه الجالية العربية المسلمة كيف تحيي شعائر الإمام الحسين، رغم هي قضية سوزان، قضية مؤلمة، قضية يعتصر لها القلب، لكن نفس الوقت أنا عندما أتكلم عن قضية الإمام الحسين يزيدني فخر ويزيدني يعني كرامة ويزيدني عزة بأنه اليوم إحنا دنمثل قضية الإمام الحسين، والحمد لله والشكر وفقنا الله بأن نجلس على المنبر الحسيني وأن نشاهد يعني حب الحسين في عيون جميع العالم. أحسنتم. إذن مثل ما ذكرتي قبل قليل، رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه هي ثورة إنسانية، وهذا يعني بالتأكيد مع الأيام أثبتنا هذا الموضوع عندما ذكرت قبل قليل أنه هي درس للعزة والكرامة، وسطرنا هذا الموضوع في مواقف كثيرة ممكن حدثت ببلدنا، فيعني انبرى شبابنا من تلك الثورة اللي انغرست في نفوسهم، فكان الاستشهاد في سبيل يعني أعلى كلمة الدين في سبيل البلاد، هذه كان شيء طبيعي بالنسبة لهم لأن محتاجين على هذا الموضوع. إن شاء الله دائما الخير والبركة والعزة والكرامة دائما مغروسة في نفوسنا، ونأبى الظلم والخنوع مهما كان.